الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد كالعاده هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات وردود الافعال القويه والقويه جدا بعد فوز النادي الاهلي بصعوبه بالغه على نادي مودرن سبورت ومواصله الزحف نحو الصداره وراء نادي بيراميدز المتصدر، ولكن بفارق مباريات اكتر عن النادي الاهلي. صلى على الحبيب، لايك للفيديو، وتعالى نروح لأول فقرة معانا. أول فقرة معانا مان اوف ذا سيزون، لاعب الموسم. لاعب الموسم من وجهة نظري إن شاء الله بإذنك يا رب نتوج بلقب الدوري، هيكون كريم فؤاد. كريم فؤاد اللاعب اللي جاي من فترة إصابة طويلة، كريم فؤاد اللي ما كانش متبقي على الموسم كتير، كريم فؤاد قدر يعمل ريمونتادا في نهاية الدوري ويبقى أهم لاعب في الموسم بالنسبة للنادي الأهلي. كريم فؤاد اللي قدر لحد النهاردة يعوض مكان أهم لاعب في النادي الأهلي من النواحي الهجومية، ملك الحلول علي معلول، ملك الأسيستات علي معلول. النهاردة بتجيب جناح أساساً اللي هو كريم فؤاد عشان تلعبه باك ليفت أصلاً مش على عدلة رجله اللي بيلعب بيها، ومع هذا الولد النهاردة بيثبت بالروح بالكفاح بالإصرار إنه لعيب من طينة الكبار. الموضوع مش بس إمكانيات، لا، موضوع روح وجرينتا لدى اللاعب كريم فؤاد اللي من وجهة نظري يستحق إن أنا أخليه لاعب الموسم مع أكرم توفيق في النادي الأهلي. إمام عاشور اللي بالرغم من تراجع مستواه في آخر مباراتين إلا إن الأرقام بتنصف إمام عاشور مع النادي الأهلي. جماهير الزمالك على صفحاتها أو بعض جماهير الزمالك على صفحاتهم شغالين ضرب في إمام عاشور، وإمام عاشور لاعب تافه، إمام عاشور لاعب تعبان، إمام عاشور لاعب عالة، إمام عاشور لاعب مزاجي يديك مباراة وعشرة لأ، إمام عاشور لاعب لقطة. عايز أقول أنتوا اللي لقطة. إمام عاشور النهاردة بيلعب 40 مباراة مع النادي الأهلي في ظل انك بتلعب كل 3 ايام مباراة، وده حاجة مهمة جدا لنا نغفلها. امام عاشور بيعمل 18 مساهمة تهديفية، ده هداف يا جماعة، ده هداف يا جماعة، لما نص عدد المباريات تقريبا نصها مساهمات تهديفية، يعني نص هدف في كل مباراة، وده معدل عالي جدا للعيب بيلعب في مركز 8. لكن بعض جماهير الزمالك شايفين ان امام عاشور شوربه، وان الاهلي اشترى الترماي في امام عاشور، وان امام عاشور لاعب تعبان، بالرغم ان امام عاشور لو شاور عمل لهم كده هيجروا جري على امام عاشور. عايز اسال كل الناس اللي بتتابعني، ايه السبب وايه السر ان حكم الاحتواء كابتن محمد عادل وحكم الفار الزملكاوي بسيوني لغوا الهدف بتاع محمد مجدي أفشة؟ هدف سليم مليار في المية، هدف سليم مليار في المية. كابتن توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق والحكم الدولي السابق أكد صحة هدف محمد مجدي أفشة، وإن وسام أبو علي قدر يلعب الكرة قبل مدافع نادي مودرن سبورت، وإن وسام أبو علي لم يرتكب أي مخالفة، وإن الراجل مستغرب ومستعجب. يا جماعة احنا عندنا VR، يعني لو مفيش VR هقول لك آه ممكن الحكم يغلط فمفيش حد هيراجع وراه، لكن إيه لازمة VR؟ يعني الفيفا لو عرف إن احنا عندنا بدل ما بنشغل الفار بنشغل الكاتل بتاع الشاي وبنعمل شاي 50 واحنا قاعدين في غرفه البار، هيحلف طلاق 3 ما هيدخل البار مصر تاني بسبب سوء الاستخدام. الفار لا يستخدم الا لالغاء اهداف للنادي الاهلي، الفار لا يستخدم الا ضد مصلحه النادي الاهلي، هكذا علمهم عصام عبد الفتاح، هكذا تعلم حكام الفي ار في مصر ان الفار ده يا جماعه احنا مدخلينه لمجرد ان احنا نعطل النادي الاهلي، الفار ده احنا عاملينه لمجرد ان احنا نلغي اهداف للنادي الاهلي، لكن نحسب اهداف للنادي الاهلي لا، ندي ضربات جزاء للنادي الاهلي لا.
الانكى من كده ان خبير تحكيمي اخر اكد ان هدف نادي مودرن سبورت من الاساس اصلا فاول لصالح خالد عبد الفتاح، من الاساس من بدايه الهجمه فاول لصالح خالد عبد الفتاح، لكن الولد ارنولد ايبا قدر يمر من وسط اربع لعيبه في النادي الاهلي وقدر يجر من نص الملعب لحد مرمى النادي الاهلي ويسدد كوره ضعيفه عشان تسكن شباك محمد الشناوي. عايز اقول ان مارسيل كولر الراجل ده بسببه لجنه التخطيط لسه عايشه لحد النهارده. الراجل ده بسببه كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف مفكرين نفسهم ان هم ناجحين. وعملوا اللي محدش عمله ولا قدر يعمل. لكن الحقيقه ان نجاح مارسيل كولر مغطي تغطيه كامله على فشل لجنه التخطيط في النادي الاهلي. مارسيل كولر اللي قدر يعمل، انا اسف، من الفسيخ شربات مع سكواد ما هواش اقوى حاجه، ما هواش اقوى حاجه، ومع هذا كسب 8 بطولات من 10، 8 من 10. ده معناه ان انا قدام مدير فني محترم، والاثنين اللي خسرهم كانوا كاس عالم انديه، يعني ما خسرش دوري ما خسرش كاس، خسر بس كاس عالم انديه. الراجل ده قدام ريال مدريد وما ادراك ما ريال مدريد وكارلو انشيلوتي قدر يصنع 11 فرصه محققه. الراجل ده لو اتفكله بكيسة كابتن محمود يا خطيب وجاب الصفقات اللي هو عايزها يا جماعة، الراجل ده هينقل النادي الأهلي نقلة تانية خالص. لكن للأسف الشديد مجموعة الفشل لجنة التخطيط مصرة إنها ما تجيبش لعيبة غالية. أي لاعب سعره عالي أو مرتبه عالي ده اللاعب اللي هيكسبك ملايين الدولارات بعد كده. وكفايه بقى فكره الاسترخاص اللي هو بلاش اجيب ابو ثلاثه، نجيب ابو اثنين او اثنين ونص ونوفر النص. عايزكم تشوفوا كم لعيب لبسناه بسبب التوفير والاسترخاص بالرغم ان الفرق مش كبير. بدل ما ندفع لموليكا 4 مليون دولار رحنا جبنا بواليا من الجونه ب 2 مليون دولار. عد معايا بس، جبنا بواليا بكام؟ ب 2 مليون دولار. انتوني موديس تلهف 1,600,000 دولار. جبنا حسام حسن ب 20 مليون جنيه او 23 مليون جنيه. جبنا شادي حسين ب 20 مليون جنيه. دفعنا فريد سليم 2 مليون دولار. دفعنا في بيرسي تاو 2.5 مليون دولار. بيرسي تاو اللي مكسبني النهارده. لكن اروح اجيب مهاجم عليه العين زي كيفن كارلوس عنده 23 سنه ب 3 مليون دولار؟ لا لا لا، احنا هندفع 3 مليون دولار ليه؟ ما نروح نجيب لاعب سين صاد عين جايباه فريق السكاوتنج ولجنه التخطيط راضيه عنه ب 2 مليون دولار بس، ونوفر المليون دولار احنا اولى بيه. هنروح برضو ندفع ال 2 مليون دولار وهنرجع ندلل على اللاعب ده مرة تانية. أتمنى انتهاء سياسة الاستخسار والاسترخاص، وأتمنى ان احنا ندفع القرش في مكانه وفي اللاعب اللي يستحق ان احنا نجيبه. مارسيل كولر بعد نهاية المباراة اتسأل عن الخطأ الكارثي لمحمد الشناوي في الهدف بتاع مودرن سبورت. كان رد مارسيل كولر انه ما شافش الجون كويس وانه هيراجع الجون مرة تانية وتالتة عشان يقيم الخطأ وبعدها هيتخذ القرار المناسب. عايز اقول للأسف الشديد محمد الشناوي في اخر 3 مباريات بيسكن شباكه 4 اهداف. الاربع اهداف منهم 3 بسبب الشناوي، وده رقم صعب جدا، خصوصا ان عندي البديل الاساسي اللي المفروض يكون اساسي. كل مرحله ليها رجالها. المرحله دي هي مرحله مصطفى شوبير،
وارد جدا بعد اسبوع بعد اسبوعين تبقى مرحله الشمال، لكن المرحله الحاليه في الوقت الراهن هي وقت شوبير. شوبير اللي انقذك، خلي بالك، شوبير اللي انقذ لك الموسم في افريقيا، شوبير اللي طلع 9 مباريات أو 10 مباريات كلين شيت جوه وبره، جوه وبره، وانقذك من اهداف كانت ممكن تنهي على مشوارك في بطوله دوري ابطال افريقيا. عوده شوبير لتشكيله الاهلي الاساسيه اصبحت امر لا مفر منه، واذا الشناوي مش عايز يقعد احتياطي لمصطفى شوبير فهذا شأنه. لكن في مقوله دايما بنرددها واتمنى ان احنا ما نكونش بنرددها كده كلام في كلام، الاهلي فوق الجميع، اللي شايف نفسه اكبر من النادي الاهلي يرحل، اللي شايف نفسه حجمه اكبر من حجم النادي الاهلي واسم النادي الاهلي فليرحل في هدوء تام، وله منا كل احترام وتقدير. النادي الاهلي بعد فوزه النهارده على مودرن فيوتشر او مودرن سبورت بيصل للمباراه 25 ب 63 نقطه، خلي بالك. بيراميدز المليوناريوس في الصداره 68 نقطه ولكن بزياده 3 مباريات. أصبح الضغط عزيزي ينتقل إلى ركب بيراميدز، ركب بيراميدز بتخبط على الجيران. فاضل 3 ماتشات زيادة للنادي الأهلي، بإذنك يا رب، بإذنك يا رب، بإذنك يا رب نكسبهم، تفرق عن بيراميدز 4 نقاط. ويا سلام لو كسبت بيراميدز يوم الجمعة أو يوم 22 عفوا، يبقى أنت كده قبضت لك في القفص يا عم الحاج، صبح صبح، انت كده بضط لك في القفص، فارق 7 نقاط عن نادي بيراميدز، وتقدر تغني وتقول يا لالي امان يا لالي امان، اعمل اللي انت عايزه معي. نادي بيراميدز الرعب بدأ يتسلل الى قلوبهم بعد ما كانوا بيلعبوا بالبيضة والحجر وبيلعبوا بمزاج وكيف وتقسيمات وتيكي تاكا وسيكي ساكا، دلوقتي بقى هيلعبوا مرعوبين. ليه مرعوبين؟ لان الاهلي اللي كان عنده عدد كبير من المباريات منتظر وقوعه في أكتر من مباراة، الأهلي ماشي زي القطر، توت توت توت، جمهور الأهلي دايما مبسوط. الرعب والقلق بيتسلل إلى قلوب المليوناريوس فريق نادي بيراميدز، اللي كان أقصى المتشائمين في بيراميدز كان يتوقع أن الأهلي يخسر من 6 لـ 8 نقاط في المباريات المؤجلة بتاعته، مع ضغط الماتشات، مع الإرهاق، مع الإصابات، مع الإجهاد، مع 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 الأهلي الدنيا هتفتح معاه والدنيا هتفك. لكن لعبت النادي الأهلي قدروا إن هم يفسدوا سلسلة الانتصارات المتتالية لبيراميدز، 14 انتصار متتالي، اللي كان الإعلاميين في كل البرامج الرياضية يتغنوا فقط ببيراميدز، وبيراميدز راح، بيراميدز جه، بيراميدز يا محلاه، قدر يوصل للماتش 14 فوز متتالي. النهارده النادي الاهلي بيكسب الماتش ال 14 فوز متتالي. هل حد في البرامج الرياضيه او برامج تحت بير السلم هيدي النادي الاهلي حقه النهارده ويقول الاهلي بيوصل لسلسله انتصارات هذا الموسم 14 مباراه؟ هل حد هيتكلم؟ لا. المعايير والمهنيه الاعلاميه البيضة مخطين حمر هيمنعوا اي حد يتكلم عن انجاز النادي الاهلي. احنا بس شطار نمسك طبلة ورق دوم تتتك تك دوم تك تك لصالح بيراميدز، لكن النادي الاهلي انزل لي يا ابني بالناي الحزين، انزل لي بالحزين، باذنك يا رب نفضل نكسب ونعكنن عليكم بدل المرة 2 و3 و10. محمود عبد المنعم كهربا في المباراة وبعد المباراة دخل في وصلة من البكاء والانهيار العصبي بعد انتهاء المباراة. كهربا نازل مضغوط نفسيا وهو اللي بيضغط نفسه بالمناسبة. كهربا جاله كورة انفراد لما حارس المرمى الجون فاضي قدامه وشطها بره. عايز اقول لكهربا اللي هيطلعك من المنطقة اللي انت فيها هو انت. كهربا ماشي مع ناس مؤذية، مش بيشرب ولا نسوان ولا حاجة، لا، بس ناس مؤذية، ناس مخليها كهربا تركيزه بره الكورة،
كهربا لو عايز ترجع لمستواك وان ربنا يرضى عنك، ابعد عن المجموعه اللي انت ماشي معاها دلوقتي. اقفل الانستجرام بتاعك يا كهربا مؤقتا، بدل ما تنزل وتخرج مع اصحابك، خلي تسليتك الوحيده في البيت وللكوره فقط. ولو الناس اللي انت ماشي معاها دلوقتي ومصاحبها بيحبوك وفعلا اصدقاء ليك، هيساعدوك على انك ترجع. كهربا محتاج تظبط اكلك، وسيبك من الفاست فود اللي انت مبهدل نفسك بيه، وبدأ جسمك يبان عليك نتيجة الأكلات الغير صحية. كهربا محتاج يمشي مع أخصائي تغذية. كهربا محتاج ينام بدري. كهربا محتاج يموت نفسه جوه التدريبات وينفذ التعليمات للمدير الفني. بس خلاص، هو ده اللي محتاجه كهربا. محتاج محلل أداء يوضح له سلبياته. ده اللي محتاجه كهربا عشان يبقى مهاجم في النادي الأهلي. غير كده خروج كهربا من النادي الأهلي أصبح حتمي، لأن كهربا مش عايز يساعد نفسه. شكرا.